ان شاء الله نازل باذن الله. لا، الناس كلها لازم تتحرك علشان تستقر الامور، وربنا يولي من يصلح ان شاء الله. والله الاقبال ضعيف، انا شايف الناس يعني على اللجان ضعيفه، مش مفيش كثافه يعني على اللجان من الناخبين. الناس كلها تدلب اصواتها وما تتكاسلش، وربنا يولي من يصلح ان شاء الله. نتعشم ربنا يكرم ان شاء الله في المجلس القادم باذن الله.